يحتفل اليوم منتدى مشافهة النص الشعري والحركة الشعرية في السودان باستضافة كريمة من معهد جوتا، المعهد الثقافي الألماني في الخرطوم، اليوم العالمي للشعر. والاحتفال ده هو تقليد سنوي يعتاد عليه الشعراء السودانيين بتكويناتهم المختلفة. الاحتفال هذا اليوم يعني العام على شرف الشاعر الكبير الأستاذ عبد الله شابو، ويشمل قراءات شعرية، وإضافة إلى ذلك سننصب شاعر العام 2016، شاعر متجول عليه أن يقرأ في نواحي مختلفة في السودان. نحيي شعراء السودان بالمهجر القريب والمهجر البعيد، ونحيي كل شعراء السودان في كل مناطق السودان المختلفة في هذا اليوم العالمي للشعر. أنا الأصمعي باشري من منتدى مشافهة النص الشعري، وأعتقد تماما في أنه الشعر هو اللغة الأولى لأي حوار إنساني ولأي حوار حضاري، يبدأ بالشعر وينتهي بالشعر. مولد كتاب في هذه الظروف المختلفة والحرية يعني بالتأكيد مقولة كتبتها قبل أعوام، إنه لو كانت الأرض مربعة لاختبأنا في إحدى زواياها، ولكن بما أنها كروية إذن علينا مواجهة العالم. إصدار كتاب في هذه الظروف يعني مواجهة حريفة للعالم من قبل الشعراء الشباب. ميلاد كتاب يعني إضافة معرفة، يعني فتح أبواب جديدة للمعرفة، يعني خلق أجيال جديدة وإنشاء محطات للتعرف على آخر ولبعث ما كان سائد في تراث قديم. كل هذه الأشكال مع بعضها ممكن تكون مع بعض بتتلاقى في 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 قصة ميلاد كتاب، أو في علاقة الكتاب بمطلقه وبمنتجه في نفس الوقت. أعلمك الثمار فتشربك الفوانيس، والطرقات دثارك المنقوش من فركة النحل النعيم. يمتصني كلما نقر الطيور العطر، شامت وجدي المكسور لباغة في العمق. أيها النحل العميم ستصرخ سافنا من لون عليك.